تنضم إلينا عبر سكايب من مدينة الناصرة الفلسطينية السيدة أريج حكروش الكاتبة والباحثة السياسية. سيدة أريج، هذه الأرقام الصادمة وهذا الدمار الكبير بعد 100 يوم من الحرب على غزة، هل هي بدافع انتقامي ترين ذلك أم أن له أهداف أخرى يجعل من القطاع مكان غير قابل للحياة على أرضه؟ أولا مساء الخير لك والمشاهدين. بالنسبة لهذه الأرقام وتصعيد هذه الأرقام، يعني إسرائيل هي تنظر على أكثر من مدى. المدى الأول هو الانتقام. الآن الحكومة الإسرائيلية أصلا يعني نراها أنها مرتبكة نوعا ما بما يتعلق باستراتيجية الحرب وما يمكن أن يستمر الآن في الحرب وإلى أي مدى يمكن أن تستمر الحرب. وواحد من هذه الأسباب هو كمية الضحايا والجرحى الفلسطينيين وكمية الدمار والحالة المأساوية والمعيشية في قطاع غزة. هذا من جانب، أي أن الانتقام لا زال مستكمل. وأيضا على الجهة الأخرى، هناك العديد من الأصوات الإسرائيلية التي تدعو نتنياهو قبل هذا الوقت، يعني دعا بطبيعة الحال إلى إدخال المساعدات لئلا يكون الوضع مأساوي أكثر من اللازم. بهذا الصدد نرى أن دافع الانتقام والارتباك الإسرائيلي حتى على المنظومة العسكرية تدفع بالانتقام أكثر. هذا على المدى البسيط. على المدى الطويل هي بطبيعة الحال إسرائيل بطبيعة الحال يعني تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتهدف إلى خلق واقع جديد وديمقراطية جديدة في قطاع غزة. وهذا من أحد أهم أسباب التسبب بدمار أكثر والتسبب بضحايا أكثر والتسبب بهذه الكارثة الإنسانية. نعم. الآن نرى أنه حتى على مستوى كابينات الحرب، يعني هناك العديد من الأصوات وأولها نتنياهو يعني يقول أنه نريد فرض واقع جديد على قطاع غزة، وهذا لن يتجلى لنا إلا باستمرار الحرب واستمرار هذه أي واقع أي واقع تم فرضه على قطاع غزة في ظل تصريحات نتنياهو المتواصلة منذ بداية الحرب ومجلس الحرب أيضا، واليوم بعد مرور 100 يوم على الحرب في تصريحات نتنياهو يقول لن تتوقف الحرب حتى تحقيق أهدافها. الهدف المعلن الأساسي كان القضاء على حركة حماس، والثاني هو السيطرة على قطاع غزة. لم تتحقق هذه الأهداف في أي واقع فرض برأيك على القطاع؟ يعني التهجير، أولا تقسيم قطاع غزة إلى مناطق، المنطقة الشمالية والمركزية وأيضا منطقة الجنوب. هذا التقسيم لقطاع غزة وتهجير أهل الشمال أو غالبية أهل شمال القطاع إلى جنوب قطاع غزة، يعني بنظر المؤسسة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا فرض واقعا جديدا على قطاع غزة. ولكن بما يتعلق بهذه النظرة، الآن الخطة المعلنة لجالانت مثلا لليوم الثاني بعد انتهاء الحرب، يعني تهدف إلى فرض سيطرة أمنية ولكن ليس بشكل مباشر على قطاع غزة. بهذا الصدد يعني هناك تساؤل اليوم إسرائيلي، هل يمكن أن تستمر الحرب وتصل رفح بالوقت الذي غالبية الفلسطينيين أو كمية أو اكتظاظ كامل من الفلسطينيين اليوم موجودين في رفح؟ صحيح. هل يمكن أن تصل رفح؟ إذا كانت ستصل رفح هذا يمكن أن يكون فقط ب آلية واحدة، وهو يعني اتفاق ما بين إسرائيل وما بين مصر وبرعاية أمريكية. ولكن هذا لم يحصل الآن. الرد المصري يعني نراه واقعيا بطبيعة الحال أنه يرفض هذا الاتفاق بطبيعة الحال الآن. وحتى الولايات المتحدة سيدة أريج يعني هي أيضا تبدو معارضة تماما لهذا المخطط الإسرائيلي، لأنه سيعرض اتفاقية السلام إلى خطر كبير. لذلك لهذا السبب هناك فرضية أخرى وتقول أنه إذا كنا نريد الآن واقعا يمكن السيطرة عليه في قطاع غزة ولا ننحدر إلى رفح ونصل بالعملية العسكرية إلى رفح، يمكن أن
أن نفرض واقعا أمنيا بحالة واحدة ووحيدة، إذا عدنا سكان الشمال إلى شمال قطاع غزة، وهذا طبعا يعني يلقى رفضا كبيرا جدا من الصهيونية الدينية ومن البيت القومي اليميني المتطرف بزعامة سموتريتش وبزعامة بن غفير والعديد من وزراء الائتلاف الحكومي، وأيضا يعني يتماهى مع هذا السرد نتنياهو نفسه، وهذا يعني يشكل انقساما حتى بكابينات الحرب. نعم. يعني اليوم أيزنكوت لا يعني لا نتجاهل التصريح الذي قاله أيزنكوت اليوم أنه إذا أردتم الآن تحقيق ولو قدر بسيط جدا من هيبة أو ما تبقى من هيبة الجيش الإسرائيلي، يمكن أن توقفوا اليوم هذا الاستعلاء وهذه العملية الانتقامية، ويمكن أن نذهب إلى صفقة، وهذا عضو بكابينات الحرب المسخر. نعم. يعني اليوم حتى هذا الانقسام رأيناه حتى في كابينات الحرب بما يتعلق بفرض واقع جديد على غزة وكيفية وماهية فرض هذا الواقع. طيب يعني ما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، يعني والأخطاء العسكرية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والتي تساعد في قتل المزيد من الأسرى الموجودين تحت سيطرة حركة حماس، وأهالي الأسرى يعني منذ أمس في اعتصام مفتوح وتظاهرات لا تنقطع، إلى أي مدى يمثل ذلك عامل ضغط على حكومة الحرب والكابينت المصغر كما ذكرتي، والذي هو ليس قادر على اتخاذ قرار بوقف الحرب رغم الإخفاقات المستمرة؟ ما بعد 100 يوم من اندلاع الحرب، اليوم المظاهرات اشتدت، يعني اشتدت وطأتها في المدن المركزية وفي الشوارع المركزية وأيضا أمام الكرياء التي هي يعني مجمع الحكومة الإسرائيلية وحتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هذا التصعيد وهذه الأصوات التي بدأت يعني تتخذ مسارا واحدا ومطالبة واحدة وهو إنهاء الحرب، يعني بدأ يشكل حتى في الأطر السياسية والأطر أيضا الأمنية انقساما. رأينا البارحة بيني غانتس وهو أحد أعضاء كابينات الحرب المصفر يشارك المتظاهرين في هذه المظاهرات، يعني بطريقة أو بمشهد يعني يمكن أن يكون يمكن أن نصنفه من الكوميديا السوداء. يعني هذه المشاركة لا يمكن أن نتجاهلها ولا يمكن أن نتغاضى عنها. هو الآن هناك هذه المطالبات وهذا الضغط من أهالي الأسرى، هو يشكل بطبيعة الحال الرأي المعارض للحكومة الإسرائيلية بزعامة يائير لبيد، وأيضا رأي العديد حتى من الائتلاف الحكومي. يعني هذا الضغط لا يمكن تجاهله اليوم، ولا يمكن أن يبقوا الأمر دون معالجة ولو حتى يعني بمغازلة هؤلاء العائلات وهؤلاء المتضامنين، حتى ولو بموقف، حتى ولو بتصريح. ليس هناك تصريحات الآن. الحالة العامة التي نراها اليوم عبر التصريحات وعبر وسائل الإعلام وعبر العديد من المواقف المعلنة أن هؤلاء العائلات وهؤلاء المتضامنين والمتظاهرين يشعرون اليوم باليتم. هم يشعرون باليتم لسبب واحد وحيد. هناك العديد من أسرى الحرب اليوم في أو الأسرى الإسرائيليين اليوم في قطاع غزة. اليمين المتطرف والائتلاف الحكومي لا يعيرهم هذا الاهتمام الكبير، في مقابل أن هناك أصوات أيضا في تيارات سياسية وفي أطر سياسية إسرائيلية تعيرهم هذا الشيء. أي أن الانقسام بدأ يتجلى حتى بهذا الضغط، ويمكن أن يؤول اليوم إلى تصعيد أكبر، وهذا ما صرح به ممثلي العائلات. نعم. يعني قالوا نحن نعزم على التصعيد. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. على وجودك معنا عبر سكايب من مدينة الناصرة الفلسطينية السيدة أريش حكروش الكاتبة والباحثة السياسية.